السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما عزمنا مع كوتلين اوبريتورز، بس هنتكلم المرة دي على الاساينمنت اوبريتورز. لما اقول فال الديز بتساوي 7، هنا عملت ايه؟ انا فعلا عملت 7، خصصت القيمة 7 الى الفاريبل اللي اسمه ديز، يعني حطيت جوه ديز القيمة 7 من خلال الاوبريتور اللي هو ايكوال العادي ده. هل هو ده الاوبريتور الوحيد؟ لا، عندنا A زائد B يساوي P، وعندنا اللي هي اصلا كانت A بتساوي A القديمة زائد B، ده الاصل، بقت A بلس بيساوي B، ده المختصر. والفانكشن بتاعتنا بقى بلس اساين، يعني اقول A دوت بلس اساين للB، وكذلك A ماينس B اللي هي A بتساوي A القديمة ناقص B، ممكن نقولها A ناقص بيساوي B، خلاص. ودي طبعا A دوت ماينس اساين، خلاص. وعندنا نفس الكلام في الضرب، فاقول A ضرب بيساوي B، هي اللي هي كانت قديمة A بتساوي A ضرب B، ودي تايمز اساين، ومعنا ديف اساين ومود اساين وريم A وريم اساين بنفس الاسلوب بالظبط. كويس جدا، يبقى دي معناها ايه؟ اساين مع اريثماتيك اوبريتور، خلاص، اساين مع اريثماتيك اوبريتور. فهعمل كده كوتلين فايل نجرب الاساين مع الاريثماتيك اوبريتور. هعمل الاكزامبل بتاعنا وهعمل المين فانكشن، وتعالى نعمل فال A وايه دي، هديها مثلا القيمة 5، واعمل فال B مثلا واديها 7 مثلا، B وديناها 7. كويس جدا، عملنا تو فاريبل. تعالى نعمل واحد يطلع فيه النتيجة، هعمل var عشان ده يحسب، هقول له C مثلا، وممكن نقول بقى C بيساوي، او مش لازم يعني، ممكن على طول ادي A نخليها هي var والبي فار، لي لان انا هقول A زائد بيساوي B على طول، فانا كده بعمل اساين جوه مين؟ جوه الايه، فخليتهم هما الاثنين فار، فقلت A بلس بيساوي B، فA بلس بيساوي B هنا كده معناها الA هي وزود فيها الB، الA هي الA عندي بخمسة وزود فيها الB تزود السبعة تبقى 12 المفترض. فهقول له بقى برنت لاين الA بلس بيساوي B، ودي هتدينا ايه؟ هتدينا قيمة الA، صح ولا ايه؟ بس خلينا نطبع الA ونطبع الB، يعني هقول له A بتساوي واطبع الA، واقول له اند الB بتساوي واطبع الB، عشان تبقى شايفين قيمة الA وقيمة الB بعد كل عملية من العمليات اللي انا هكتبها دلوقتي. يبقى الايه هتطلع معايا ب 12، والبي هتفضل زي ما هي، البي ما اتغيرتش ب 7، صحيح؟ تعال ناخد بقى كوبي من العمليه دي، وتعال نجرب بقى بعديهم مين؟ الماينس، وبرده في الطباعه هحط كلمه ماينس عشان تبقى ظاهره، وهجرب برده الايه؟ الملتيبليكيشن او ملتيبلاي او التايمز زي ما بنسميها، والضرب، واطبع برده قيمه الايه والبي، وبعديها الديفيجن، وبرضو غيرها في الطباعة عشان تبقى موجودة معانا في شكل الطباعة مظبوط، و المودلس، وبرضو غيرها في شكل الطباعة. وبكده نكون جربنا ليه حاجات اللي هي الاساينمنت مدموج مع الايه، مع الاريثماتيك اوبريتور. تعال نجرب ونعمل ران عشان نشوف النتيجة. هيرن اهو، قال لي الايه بقى ب 12 فعلا، والبي ب 7، وبعد ما بقت ال 12 و7 وجينا عملنا ماينس، صحيح؟ وجينا عملنا ماينس هتطلع معانا بكام؟ هيقول 12 ناقص ال 7، صح؟ فبقت الايه ب 5، ده كلام مظبوط، صحيح؟ بقت 12 ناقص ال 7 هتعمل معايا بكام؟ هتعمل الايه ب 5، لكن برضو ما زالت البي انا ما غيرتش فيها حاجه، ده كلام سليم. وبعد كده الضرب طبعا هيبدا يضرب ال 5 في ال 7 اللي كانت موجوده، فيجيب لك ال 35، غير قيمه الايه بقى ب 35، وما زالت البي ب 7، وهكذا مع الايه، مع الـ القسمه ومع المودلس.